ما تحنش لأيامنا؟ بحن للسبت والثلاث، بقيت الأسبوع أنا بقى لسه بحن، مش هستخسر فيك الغالي ماي كار. اللهم صلي اللهم صلي. شغلكوا بقى فيك روتا يا بت، ده أنا سايبك بثلاث صوابع. لو عوزت أي حاجة حبيبي اتصل بيا. لو عوزت؟ لا وهعوز إيه، ما أنا بشوف كل حاجة على الدش. كله يسمع كلام المدرب، اوعوا تفتكروا ان لعبة كرة القدم دي لعبة سهلة. انا اهلي دفعوا دم قلبهم عشان العب اللعبة دي، انا اتمرمطت في الملاعب يا اخوانا. انا عايزكم تبقوا خيرة شباب لاعبين هذه البلد. جايب ايه؟ صينية بطاطس دي من غير لحم، هتلعب باك ليفت؟ ايه ده؟ محشي خط النص. ايه ده يا شادي؟ ده كول سلو يا كابتن. ايه كول سلو ده؟ ده كول سلو يا كابتن. انت فاكر نفسك بتلعب في مركز شباب ليفربول؟ ده انت في الحطابه. هلا اخلع، تعالى وريني جايب ايه. يمكن الامل في الصينيه دي. ايه ده؟ فول وقوطه وخيار. تصدق بالله انت بحتفارق دكة الاحتياطي طول ما انا بدرب. ايه بنت الحركات اللي انت عاملاها في نفسك دي؟ انا ظروف ربنا اللي يعلم بيها يا عمري، انا يا قلبي انا حياتي والنبي. لا كده ما ينفعش خالص، لازم كل واحد فيكم يركب عربيه لوحده. احنا نركب في عربيه واحده ومع بعض، مفيش حاجه تفرقنا عن بعض ابدا. يا ستي انا مش ضد العلاقه دي، بس الكلام ده هناك في الاتوبيس المكيف. دي ملاهي، لازم كل واحد يركب عربيه لوحده. خليك في حالك وكل عيش عشان ما اذكش. يلا يا عمري احبك انا. ايه ده؟ ماشي. طب معلش بقى يا اخوان، احنا لازم نعمل صيانه. طب ما مركبين هناك اهو، دي مهندسه الصيانه. روح اركب الدوده كل اشتغلت. هو ايه؟ مفيش الا احنا ولا ايه؟ مشيتهم لك عشان تاخد راحتك. شفت يا عمري؟ ايوه كده، انا عايزك تفتح مخك معايا وانا هظبطك. انا اللي هظبطك وهظبطك، ما تقلقيش خالص انت. ها شفت بقى؟ شفت شغاله على حجاره. انت رايح فين يا عم انت؟ رايح اجيب حجاره. وبعدين انتوا خايفين ليه؟ اهو ما انتوا مش متفرقين عن بعض يا عمري. خش يا موزه، ما تتكسفيش برجليك الشمال. المفروض مراتي مش هنا. يا نهار اسود، هي حصلت جايب لي كمان لزوم في البيت يا طلال. انا هخرب بيتك. اتنسي يا اولاد، انت بتفضحيني يا اولاد. يا اولاد اكتمي صوتك. يا اولاد بقول لك اكتمي صوتك. يا باشا مالكش دعوه بامي، مش كفايه سايبين الجاني وماسكين المجني عليه؟ ما تخافش من راجل وتبقى انت المجني عليه. على العموم اديك شرفتنا، وانت عارف انا كان نفسي في ده من زمان. ايه يا انذار؟ محضر اللي عملناه امبارح وديته النيابه ولا لسه؟ طبعا يا باشا. يا لهوي يا جماعه، هو في ضرب كده؟ ده احنا ولا بنكون في العراق ولا ونقف. يلا وما تصيرش. هو انا عاد في حير عشان اقف يا باشا؟ ماله يا انذار، عملته فيه ايه؟ هو اللي حصل يتحكي يا باشا. متشكرين يا رجاله. يا باشا سعادتك محدش لمسه. مالك يالا؟ مين اللي عمل فيك كده؟ الباشا، الباشا والاتنين اللي معاه دول جم خدوني يا بيه من البيت من غير حتى ما اغير اللي... وانت قاريني يا باشا، وعدموني العافيه فوق الركب وتحت الركب. انا بقيتش نافع يا باشا. انا ابن شفت انجدونا يا حكومه. انا في عار.
كده طلعت صح برضه تتهجم على ولايا؟ عايز ابني يا وليه؟ ابقى خطب المحكمة يا حبيبي يا سامي يا دنيا بتاع النسوان. مش كفاية اللي حصل لك يا وليه؟ وانت عايز حسن الروان تاني ولا ايه؟ حسن الروان انا؟ طب انا تعمل تقرير طب عشان الكلام ده هينفعك في النيابه، وما تبقاش تسكت لو حد مد ايده عليك حتى لو كان ظابط. حاجة تشتكيه؟ وفي حد بيشتكي الحكومه؟ الحكومه بنشتكيها لربنا، وبعدين هشتكيهم من هنا وهيولعوا فيا وفي اهلي من هنا يا باشا. يا ابني احنا مش عايشين في غابه، امال احنا روحنا فين؟ يلا روح، والله الله اسمع انك عملت مشاكل تاني. ربنا يخليك لينا يا باشا. بقول لك ايه يا باشا، يعني ما ينفعش اخد كارت من سعادتك عشان لو حسيت يعني ان انا عايش في غابه اقع في عرض سعادتك. انت هتصاحبني يا قد؟ اصل يا باشا سعاده الواحد يعني بتقع في ايدي قواضي كده ما بيبقاش عايز يبلغ نزار باشا عشان شراني. خد يا اخويا، على الله اتكلمني في حاجه هايفه. ربنا يخليك لينا يا باشا، لو جات لك رنه من رقم غريب اعرف ان محسوبك حسن ابو العيله، لو جالك اتصال اكيد مش انا. السلام عليكم. أخوك عنده عيب خلقي في القلب، ثقب في الأذين الأيمن. إحنا قدرنا نسيطر على الحالة بشكل مؤقت، بس ده مش هينفع لأكتر من 4-5 أيام، أسبوع بالكتير. المشكلة إن أنت عايز تعالجه على نفقة الدولة، وده هيخليك تستنى 2-3 شهور، وأنا شخصياً ما أنصحش بكده في حالة أخوك. يعني مفيش حالة تانية يا دكتور؟ أنا مستعد أعمل له العملية من بكرة لو حبيت، في مستشفى خاصة أنظف من هنا 100 مرة، وكمان هجيب لك سعر كويس. مرضي يا عم؟ كم تقريباً؟ يعني مش كتير، 20-25 ألف جنيه. استحالة هتلاقي حد يسلفك مبلغ كبير زي ده، ولا حتى بضمان التعويض اللي هناخده. انت عارف يا حسن، المحاكم حبالها طويلة والقضية صعبة، والهيئة مش عايزة تدينا ملف خدمة أبوك عشان يساعدنا في القضية. كان نفسي أساعدك. خد خلي دول معاك يا حسن. دي فلوس ايه بقى مين؟ خلاص بقى، ما انا زهقت من الانديه الكبيره، هركز على انديه الشركات. انا هدفعهم عربون ودخل يوسف المستشفى وهرجعهم لك. امتى؟ قصدي يعني ما تحطش في دماغك، احنا اصحاب. المهم هتجيب الفلوس دي ازاي؟ مخدرات مين يا حبيبي؟ حد الله ما بيننا وما بينها. ايه اللون ده يا نبي؟ انت بتخوني ولا ايه؟ اياك فاكرني نايم على وداني ومش عارف القضيه بتاعت جوز اختك واللي حصل ما بينك وبين الضابط. وايه اللي حصل بيني وبين الضابط؟ ما انا سخسرين قدامك اهو. مجرد دخولك الاسم عورك، ضرب مفك في سمعتك. نبي انا محتاج الفلوس دي، اخويا بيموت. استغفر الله العظيم، انت هتكفر؟ خلي املك في ربنا كبير. خد يا ابني راح فين؟ ولا خد هنا حسن. خد يا حسن. جايب لك حته تساوي تقلها الماس، هي صغيرة شوية بس سرها باتع. جاتني امبارح بالليل متسلكة من المخازن. ليش انا بباشا؟ يا باشا عايز اقوله كده. طيب يا باشا، بعد اذنك انا بطرق في دلوقتي واكلمك. يلا باي. بس كده يا نبوي. جري يا نبوي، انا مش قلت الواد ده ما يجيش هنا اليومين دول؟ معلش يا باشا، اصله بيمر بظروف معينه، اخوه في المستشفى. اخوه بيموت يا باشا. وانا فاتحها جمعيه خيريه عينيا، وبعدين اللي يطلب فلوس